ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ وهذا القبر يوجد وراء فاصل القبلة مباشرة، ولا يفصل بين المسجد والقبر سوى حائط القبلة بطول المسجد كله، مع ملاحظة أن القبر بني أولاً ولم يبنى المسجد تعظيماً للقبر، بل لأن ما وراء القبر كان أرضاً فلاة. حاولت الصلاة في مسجد آخر أبعد منه قليلاً ولكني لم أستطع، فعدت إلى ذلكم المسجد. وجهوني جزاكم الله خيراً. هذا فيه تفصيل، إذا كان المسجد بني من أجل هذا القبر، تقرب إليه كما يوجد في بعض البلاد من البناء على القبور والأضرحة من أجل التقرب إلى الأموات والاستغاثة بهم وما أشبه ذلك مما يفعله القبوريون، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأنه مسجد بني على قبر، ولو كان يفصل القبر عن المسجد جدار، ما دام أن المسجد بني بجوار القبر من أجل الاعتقاد في هذا القبر وأنه ينفع ويضر، فإن هذا المسجد لا يجوز بقاؤه ولا تجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه وإبعاده عن القبر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لأن هذا من أعظم وسائل الشرك. وأما إذا كان المسجد بني من غير قصد للقبر، والقبر كان موجودا من قبل محاط بسور، وبني المسجد قريبا منه لا بقصد الاعتقاد ولا ارتباط للمسجد بالقبر بوجه من الوجوه، فهذا الأحسن والأفضل أن يبعد المسجد عن القبر، لأن هذا يوجد شبهة ولو على المدى البعيد، فمهما أمكن إبعاد المساجد عن القبور فإن هذا أمر واجب، ولكن ليس هو كالحالة الأولى، إذا صلى فيه مصل والمسجد لم يبنى من أجل القبر فصلاته صحيحة، لكن يجب أن يبعد المسجد عن القبر وأن يجعل بينهما طريق أو شيء عازل للمسجد عن القبر. نعم.